والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. مهما تبحث عن السعادة المزعومة لن تجدها إلا في طمأنينة القلب وراحة البال. شوف يا أخي، لما من أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. خلاص كان الإنسان يستشعر أنه أقوى واحد في الدنيا بالله. صلي بس ركعتين كده في جنب الليل، أقول يا رب ضعيف فقوني، ذليل فأعزني، مهزوم فانصرني، ضائع فأرشدني. والله يعني ما صدق عبد رب العباد في الدعاء إلا واستجاب له. بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الورد والفل والياسمين، يا صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية على أحلى صديقات. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله عواشركم مبروكة، إن شاء الله أيامكم كلها مبروكة، ربي يحقق لكم كل ما تتمنوا، إن شاء الله ربي يشفي جميع المرضى، إن شاء الله ربي يرحم جميع الموتى، إن شاء الله ربي يفرج كرب كل مهموم، إن شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمنوا يا رب العالمين. نهار جديد، فيديو جديد، نتمنى فيه تكونوا في صحة وفي خير وفي أحسن حال، وحالكم خير من حالي. وسامحوني ونعتذر على صوتي، كل يوم نقول هكا، زعما نجم نسجل فيديو، زعما نجم نمنتج، نسجل إيه، أما المونتاج هو صعيب شوية على خاطر صوتي. نتمنى إنه يكون صوتي واضح لكم، ما هوش مزعج. الله غالب صديقاتي، هذه هي يوم من يومياتي، نعيش معكم أياماتي كيف ما هي، بالبين تاعها، بالحشكم شكيكم الخير. الله غالب هذيك هي معناتها، المرض، البرد، هو الطقس اللي يتبدل عليا، اللي فعلا راني نبدا خايفة ومفجوعة كي نسافر. الله غالب معناتها ما باليد حيلة، ظروف أقوى مني خلتني أني نكون موجودة الوقت هذا. أولا نحب نشكر صاحبتي وخيتي وقريبتي نسرين اللي أنا موجودة بحذها، اللي هي ما تخلينيش نمشي حتى البلاصة. والله يا البنات نبدو قاعدين نقولي هكا، فاتن راكي باش تروحي باش تخلي عليا بلاصه كبيره، نقول انا لا نسرين ادعي لي ادعي لي ان شاء الله ربي يتمم الامور على خير، خليني نروح. عتيم يقول هكا لام، يقول ماما يا اخي طاطا فات باش تروح، نقول انا اسمع راني مروحه امشي للروضه، خاطر انا راني باش نروح، انت باش ترجع للروضه وانا باش نروح. يقول ماما يا اخي بالحق طاطا فات باش تروح، ما نحبش تروح، نحبها تقعد بحثين. الحاصل نقول انا كهو قد ما باش نقعد باش يجي نهار الواحد ويقصد ربي على روحه ويروح على روحها. ما نكذبش عليكم البنات، ساعات هكا تلقى كومنتير واحدة تجي تسألك ولا حاجة، راني والله يا البنات
والقرآن، منيش جاية نحوس ولا نتفرهد ولا قاعدة هكا عاملة جو. أنا باش نقول لكم حاجة، أنا ريتو الحوايج اللي فوق مني اللي سافرت بيه هذوكم هما اللي جبيه وبيجامة أكهو، لاني جايبة باش نقعد، لاني جايبة باش نحوس، لاني جايبة باش جيت كيما ديما نقول لكم واتات حليت، ما هوش برنامج لحتى شيء، معناتها لاني كل شيء بكتبة ربي، خرجاتنا قعداتنا كذا، نهاري راهو يكون في برشا هرج، برشا قضية، برشا قضية نشور، إن شاء الله ربي يقضي حوايجي وحوايجكم. نحب نقول حاجة، الغالب جتني الفترة هذه مع شيء اللي أنا فيه، جاني المرضى هذه القوية برشا، شكيكم الخير ديما كيما نقولكم، أما الغالب ما عندي ما نعمل، هذه هي الظروف اللي نعيش فيها، نقول الظروف المباشر كهو، ذاك هو اللي كاتب باش نعيش الفترة دي إن شاء الله كله بجرو. ديما ما نحبش نشكر روحي برشا، الحمد لله يحطني ربي في مواقف وينجيني ويكون معايا ويسطر لي الحاجات، يقول لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله غالب، هذا هو اللي كتب، وحاجة ما كانتش لا على الخاطر ولا في الحسبان، حاجة مش بيدي، حاجة مش وقتها بالكل، جد وكنت أنا لازمني نوقف ولازمني نكون معناتها موجودة في بلادي، وإن شاء الله ربي تمام بخير. وقلت لكم راني ما نجم نقول حد شيء إلا ما تصير الحكاية الكل، لأني قاعدة ماشية بمراحل، قاعدة نقضي في شوري. هل ترى أنا الوقت ذايا مانيش ماذا بيا، راني في داري، راني نحضر في تحضيرات سيدي رمضان، حتى في خدمتي يكون معناتها نقولوا احنا ما نعرفش الكلمة اللي نقولها، مي حتى في القناة وحتى انتوما تولي الروتينات هذيك متاع التحضيرات، وجينتي محلولة لبنات، داري كلها محلولة، تسألوني أمي ورياض وحميدة، الحمد لله أموري معناتها مع بعضهم ولله الحمد والشكر، وربي فضل حميدة وربي فضلكم ما عندكم، والحمد لله هذه النعمة اللي أعطاها لي ربي. ساعات تقولوا مثلا ما جتنا شكل حاجة، ربي ما أعطاني شكل حاجة، ربي راهو يعوض، والعوض متاعه سمح ياسر، وديما نقولوا خزائن الله لا تنفذ. ربي يبارك لي في اللي عندي، يا ربي يبارك لكم في اللي عندكم، نحبش نحكي برشا تفاصيل، ديما نقول لكم هذيك هي انا معناتها ماذا بيا ندخل كم بالروتينات، وصفات معناتها تطيب، حاجات بسيطه مانيش نعمل في حاجه كبيره، يعني دباره يوميا نجيبها معاكم، نعاونكم باللي نقدر عليه، معناتها نعيش بالامكانيات اللي عندي، ما نحبش كيما نقولوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نتمنى انه الحاجات نتاعي توصل لكم بالمحبة اللي طالعة من قلبي، بنصيحة اللي من الروح للروح. في الفيديو هذايا جوست حبيت نجاوب، لانه فما شكون يسألك عليه وكيفاش، والله راهو وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. راهو ساعات انت تحبي حاجة وتعملي بروجرام وكل شيء، ما تكتب الا كتبت ربي، خاصة الحاجات اللي جاي عليهم أنا، معناتها راهو البنات ما فيهمش مثلا تو يكون فيكون، راهي حاجات معناتها لازمها شوية وقت، لازمها شوية صبر، الله غالب، معناتها راني كما قلت لكم ما باليد حيل، راني مذهبية، راني فماشي واحد في الوقت هذي، معناتها في الأيامات هذي وفي العواشر وفي الأيامات تجري، نحسب فيهم بدقيقة وبدرج، مع العلم ربي بارك نسري، راي حطتني فوق راس راي ماذا بهم نقعد معها، والله قلت لكم تعرفوا تشوف لي تقول لي راكي منستني، راني وحدي تمشي وتخليني، معناتها تقول لي راني مانيش عارفه كيفاش باش نروح للدار وما نلقاكش، نقولها لها نسرين ادعي ادعي ان شاء الله نتمم اليوم هذا، ان شاء الله نتمم كل يوم، نقول ان شاء الله نتمم كل حتى تفرح، هي بكل يوم نزيده هي تفرح، وانا نخمم على اللي وراي، خاطر كله باش يدخل لي في الضغط من بعد، ومانيش باش نزرب على حد شيء، كل شيء بكتبه ربي، انا طالبه ربي باش يتم
واللي يجي من عند ربي هذاك هو الخير فيما اختاره الله. ديما راني مسلمه امري لربي. الحاصل البنات هنا كما قاعدين تشوفوا فيا انا في روتين صباحي نسرين اليوم تايم مشي للروضه لانه انا صايي معناتها الايامات معناتها بدات تلم في روحي بقدره ربي. ف نسرين قلت لها اسمي بري نسرين وتو نعملوا لها فازه نتخبى انا وكبيره اللي فات نروح باش يستانس باش يوالف معناتها اللي انا مانيش موجوده وكل خطر استانس بيا وتعود بيا برشا. هذه حاجه. حاجه ثانيه راهو معناتها اللي انا راني مانيش قاعد معناتها ما تشوفونيش كراني سجل معاكم فيديو صحيح في الدار ولا خارجه ولا حاجه. اما راهو نقول لكم راهو تو نفسر لكم تو نفسر لكم ومصورت لكم ونوريكم كل شيء بارديتاي. على فكره هنا راهو الماء يقص علينا في قفص مش كان في المتلوح. المتلوح يقص علينا الماء وحتى في قفص يقص الماء. هاو ذاك اسطل عملتها نسرين للمعون معناتها للماء تعبي فيه وقت اللي يقصني معناتها نحاول معناتها ننظم لها نغسل لها نعاونها باللي نقدر عليه ومش بالمزيه. احنا وخيات وعجبني كومنتير قالت لي صديقه فتن رب اخت لم تلدها امك. فعلا ولله الحمد والشكر. انتم ما تعرفوني ما عنديش اخت وربي اكرمني والحمد لله والشكر لله. مش نتدلل على كيما تشوفوا نسرين راو عندي اخوات اخوات بالحق معناتها ربي يفضلهم ورام محبتي ليهم ومحبتهم ليا ما توفيش كيما نسرين كيما اخت درصاف كيما ددو صاحبتي لانتيمو خيتي كيما برشا برشا ما نحبش نسمي باش ما نظلم حتى حد ما ننسى حتى حد ما يقولوا فاتن هاي ميزت واحدة على واحدة. لله الحمد والشكر لكلهم وخياتي وحبيباتي واخرتها روعه خارج لها عمر الله يبارك له والله ينوره حتى هما معايا واقفين معايا في الخفاء برشا غير مش كل شيء يتصور ومش كل شيء يتقال. الله يبارك للجميع موجودين معايا في الفتره هذه سي انا ما نصورش راني قلت لكم راني الله غالب ما نجمش نوقف في القناه ما نجمش ما نصورش روتينات كنت نجم راه نختفي وبعدين نخرج لكم نقول لكم راني كنت ونعملت وندري شنيه ونغيب الفتره ونخليكم تتحيروا لا نعيشكم اللي نقدر باش نعيشه لكم في يومياتي حتى لين يسهل ربي وان شاء الله ربي سهل عليا وعليكم. هنا شويه بخور بخرت النسرين انا راني نعمل البخور حتى في العاده ما نصور لكمش في الدار وكل خاصه في الشتاء البخور عنده ريحه اخرى. هذيك هو الحصيله هنا البنات سامحوني على المشهد اللي قاعده نوري فيكم فيه قدر الله ما شاء فعل. البريود هذه مرض اللطف عليكم على بعض لجريشمي لوضنية لعينية لمع تعبت بالحق اللطف عليكم ويا ربي لك الحمد والشكر. مي كل يوم نصبح في حالة نشكيكم الخير معناتها ما نحبش نشكيكم حتى حاجة مش باهية لأني قاعدة نخرج في الهواء قاعدة نتعب قاعدة معناتها هلا غالب هذيك هي شاءت الظروف. البنات نتمنى تدعولي ان شاء الله ربي يكون معايا ومعاكم وجهي طبيعي مقربته لكم ياسر الله غالب. شوفوا كعينيا كيفاش ما نحكيكمش على التحويقه شنو عايشه تاكل ما تستنى حد شوفوا عايشوش جابت السمكات وكيما قلت لكم كسكسي وجابت الفطاير الحصيله تضحك محلاه عايشوش ربي يبارك لها رغم اني ما عرفتي بها معناتها عن طريق نسرين لانه هي بنت قفصه تشرف بها وتحيه القفصه وناس قفصه محلاها امراه عسل الدنيا. الحمد لله وشكر لله ربي ان شاء الله ديما يطيح بينا ما خير منا يا رب العالمين. توا البنات وتوا جينا الام جي خرجنا في الليل خرجنا في الليل الام جي مش ظاهره ام جي تايم في الفيديو أمريكا لا واحد يا غير أمريكا شوف صغار عطيهم بركة يخرجوا ونماشي ونماشي قولنا ونماشي أنت وين داخل تو ماشي الأم جي أنت ماشي الأم جي قول أمان أنت وين تو نحن في أم جي في وسط الماشي صحيت برافو. هنا نسرين قالت لي فاتن لازم نمشي للمجازان جنرال. الحمد لله راني مانيش ضيفة ثقيلة مانيش
إنسانة متطلبة، مانيش حد شيء الحمد لله. هما صاحباتي ديما ما نعرفش على شكون اللي فاتني، انتي عملتي وانتي باهي وانتي تدري شني، يحبوا يرجعوا نقول لهم راهو ما بيناتناش، لا ترجعوا لي الرجال رانا وخيات. اما والله اخوات مش حاجه اخرى، ولله الحمد والشكر وربي بقى علينا الستر بعد علينا الظلام. هنا البنات فما برشا بروموسيونات في الماجازان جينيرال، اكيد باش نصور لكم. هنا هذه البنات 19 100 كانت غالية، برشا حاجات عاملينها صومها طاح بالكدا، فحبيت نصور لكم. هذه البنات زادة حتى هي متاع السلطة وكل صومها طاح، يدور لي 3000، تنوريكم توا الصوم تاعها ولت حكاية 3000. اللي تحب هكا باش تخلط السلطة وعندها بول وكل موجودين برشا قطايع. هذايا نحكي انا على المجازان تاع قفصة، ونتصور حتى مجازان في تونس ومجازان جينيرال في كل بلاصه عامله بروموسيونات. مسكينه انا نسرين قد فاتنا، هيا نتفرجوا شوفوا لو حيد اش عامل يقول لي انا قويه ندري شنيا. نسرين حابه تاخذ عجينه ربي سهل لها، قاعدين نمشوا قداش من بلاصه كي نخرجوا هكا ولا حاجه، قولي فاتن اختاري معايا، هيا شوفي معايا شوفي الحاجه الباهيه انت تفهمي فيهم. الحقيقه انا البنات اللي ننصح بيه، اول حاجه الماركه تختلف، ثاني حاجه ننصحك باش تاخدي عجينه خذيها كامله مكمله، يعني من العصاره نتاعها لنتاع اللحم لنتاع الرحيان وكل، تتلقاه في الحلو تتلقاه في برشا حاجات. هنا هذه الاشوار معناتها زاد حتى هي ولت من الحاجات الضروريه والمهمه واللي تعاون في الكوجينه. برشا شفنا معهون فما بروموسيونات في حاجات. انا الميكسر بلونجون تاعي ما قلت لكم راهو في السد، ان شاء الله كذا ربي نحب نقدو، لا هلا يتقد مانيش عارفه اني خليت اليد خاطر البنات صومهم ولا غالي. هنا شفنا التلافز، هذه التلفزه هذه ب 400 صومها باهي برشا، تيم كي صغار كل يشوفك حاجه معناتها نقول والله صومها باهي. يقول امان مثلا ماما ميسالش تشريني من الحاجه دي كما التلفزه توا، معناتها يحب ياخذ وحده للصيف يلقاها عندها في بيت ويبدا هكا يلعب، عنده العاب وعنده كل البلاي ستيشن وكل. عاد قلت له امه ان شاء الله ناخذ لك كعبه، عاد تيم ديما يتبع معناتها محلي والله يعجبوني الصغار في العمر هذاك يبدو تلقائيين دوريت تسمع كان كلمه حاضر ويعيشك وبربي ومرسي وراو بالحق تعودنا على بعضنا. انا وياه جاي يجري من الروضه يفتش عليا اليوم معناتها. المهم هنا البنات وريتكم الفريجيدير، وريتكم فما اسوام قلت لكم فما بروموسيون في لامجي في حاجات، وراني ديما كي نرجع نقول لكم راني كنصور حاجه صوركم باش نتوما تعملوا مقارنه بين الاسوام. شوفوا هنا الكافتيره ضم البنات، والله يا ريتو قديش حاسه معناتها الكافتيره نتاعي تكسرك الطاس، ونشوفوا مذوق بخاطر حميده يستعملها برشا، نقول ان شاء الله ربي معناتها يسهل وناخذ منها. سمحوني على الاضاءه البنات الله غالب، هذه الشمينيه محلاها زينه برشا. كنت صورتها لكم قبل في مجازان حي الزهور في تونس، فما هنا شوف وانا تجي تبعني حاسيلو فما زادة معون البنات، فما كسارن عاملين فيهم بروموسيون حاسيلو. نحس في صوتي معناتها الحمد لله احسن تو، انا نسجل لكم من الفيديوهات اللي فات ماذا بيا نعديكم الصوت بلا حد شيء، مي فما موسيقى الله غالب معناتها احنا عملنا فيديوهات هكاكا تلقائيه مي طلعت فيها الموسيقى. شوفوا البنات انا هذه المقرونه الحطايه اللي هي اغلى من المقرونه العاديه، الجرابوت الذي نتاع نقول انا المقرونه نتاع سمولي تاع صوص بلونش وكل حسيتها أغلى، والكريم فريش تبدا مخلطة وكل كريم فريش على فكرة مفقودة تو. البنات هنا جينا للشامبوان برشا سألوني روح حتى هنا لاحظنا اللي هي مفقودة محلاها نسرين، يقولي فاتن صوريني صوريني تو نوريك. هذايا الماسك اللي تستعمل فيه نسرين شفتو هذايا، هاي تحكي عليه ديجا تحكي لكم عليه مرة رزمو منجمش نصور خاطر الحس. فالمهم سيوس البنات الشامبوان زاد في حتى هو بروموسيون، جيل دوش كيف كيف حتى هو في بروموسيون. انا موجوده ريتو كي نصور لكم مجازان ولا نصور لكم بلاصه تكون منها موجوده في كل معناتها الجهات نتاعنا في بلادنا، فتنجمي معناتها هي بيدها راه بروموسيون يبدا موجود
بارتو، هذاك علاش نحبذ اني نصور في بلايص عامه كي باش نتوما في اي بلاصه تستفادوا من الفيديو. ان شاء الله تكونوا معناتها وصل لكم الفيديو في الحاجات اللي نجموا تاخذوها نجموا تعملوا منها عفريات. هذوما البنات نتاع البيت البان والكل، فما زاد نتاع الكوجينه هكا الرفوف والكل. شوفوا كل واحد لاهي كل فول لاهي في نواره، انا لاهي في المعون ونسرين وكل، وامان الله انا لاهي في الدار الكهربائيه وفكت على القرايه. البنات هذوما عاملينهم ب 2500 ولا ب 2000 تاع الصابون. خممت نهز خاطر قلت نعملها للكوجينه عندي في بيت البانو، اما قلت نعملها في الكوجينه. هذوما الببز هذوما البارتيه دي عاملين فيها بروموسيون في كل شيء، تلقوا فيها برشا حاجات، برشا قطايع صغار واسوامه معناتها مرفقه، يعني عاملين فيها بروموسيون نتاع البلاستيك هذوما رفوف حتى هما برشا حاجات الحقيقه في البروموسيون. نقول انا معناتها فرص تلقوها تعملوا منها هكا. ديما انا ريتو كي تبدا فما هكا حكايات كقطايع محطوطه والكل راهو اكيد نستفاد منها على غالب. توا كل حاجه عملت لها حسابها يعني، وما ننساش اللي هنا في السفر، يعني ما نجمش نخمم مثلا ناخذ حاجه ونقعد انا ناقصه فلوس ولا اللي هو. شوفوا محلاها السكريه دي قديش عجبتني صغرونه يا البنات، معاها الواحد دي كان تاع الحليب وغزرونه كيف صغرونه ومضخمه بيضه تطلع معناتها على برشا سيرفيس، اي سيرفيس تطلع عليه. شوفوا هذه كيف كيف احلاهم والله، انا هاي كعبه كامله معناتها فيهم البرشا من كميات مش شوية. هذه زادة حتى هي ترحوا بها هنا البلار البنات، فما الكيسان انا ما عنديش معاش عندي كيسان تاع هذيكم الاوانب معناتها لازمني اوانب. هذوما البنات يدخلوا حتى في الميكرووند يسخنوا فيهم يقبلوا السخانة، البلار هذا موجودين حتى متاع القهوة والكل. وهنا البنات عاملين بروموسيون في الشامية بحتش نلف شمية هذية فيها يضر لي 700 جرام باهي راهو سما، وانا مجربتها كديت منها قبل خديت منها الحكة دي الكبيرة باهية. عاملين زادة في القهوة البنات عاملين بروموسيون في الشوكولاتة في القهوة هذية برافيا فيها بروموسيون ب 12000 تقريبا وشوية. انا راهي تعجبني قهوة كي كان حسها معناتها خاصة كان يبدأ عندكم الحليب يعني سهلة معناتها سريعة التحضير وسريعة الذوبان. يسمى حاسة صديقتي هنا راجعين للدار مسكينة والله نسرين ربي بركل فات نصوري فات نصوري. المهم تقولي خليني نحبس لك خليني نحبس لك وصوري، والله فما واحدة نتاع غلة قالت لي خليني نحبس لك، قلت لها بري بري تعدي على روحك. مروحين للدار وقالي تو كان باش نقول لكم في امان الله وفي حفظ ربي ورعايته، ادعوا لي كما ندعي لكم وان شاء الله ربي يبارك لكم صديقاتي الناس الكل. وتو نقول لكم في امان الله ناس الكل.